على اللولو، وهي واحدة من البهن اللي كانوا أجدادنا يعيشون ويترزقون الله عليها. أو يا مال يا مال يا مال يا مال. ومن خلال هالتجربة عرفت معنى التعب والمسؤولية اللي عليهم، خصوصاً اللي ما حصلت ولا لولوة. فأنصحكم تجربون هذه الحياة في البحرين، وغطسة ممتعة للجميع. من غدر الأيام والدهار مجروح وجرحي.